السلام عليكم. في هذا الفيديو جبت لكم ردات فعل العرب على التصريحات اللي صرحهم عمي تبون على بناء 3 مستشفيات عند خوتنا واللي كيطالب فيها مصر انها تفتح الحدود. مهم بلا ما نطول عليكم في الفيديو بزاف، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. نتحدى رئيس في العالم، نتحداكم. كي كنت نقول لكم صادق، كي كنت نقول لكم يخدم في خدمته. اسمع 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 اسمع، عمر راسك عمر. تحية عمي تبون، انا مشي عمي بابا تبون، تحية بابا تبون من الاخر. عندنا ما نديرو، وراني توعدت توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. فرع اليهود شوف الضربه القاضيه من الاخر. نتحدى رئيس في العالم، نتحدى رئيس في العالم، منهم امريكا ومنهم الدول العظمى تكلموا الكلام اللي قالوا هذا. اقسم بالله يا عمي تبونه، ربي يحفظك وربي يطول في عمرك، ولكن سيشهد التاريخ ويقعد التاريخ يشهد عليك يوم القيامه. اليوم نروحوا نقابلوا ربي. هذا المهم غير كيخربق، ما فاهم والو، كيقول لك كانت حدا امريكان انها تخرج بتصريح بحال هذا. امريكان راه ضد فلسطين، هذا واش راه يخربق. يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة، عندنا ما ندير. عندنا ما نديرو، وراني تواعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء. المهم برافو عمي تبون. قال لك السيدي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يثير سخرية عارمة بشأن دخول الجيش الجزائري إلى غزة. أنا كنشوف العكس، أنا كنشوف بالعكس عنده موقف صريح ومشرف تجاه القضية العربية. سبحان الله ولينا في واحد الزمان اللي عنده شي موقف مشرف هو اللي كنبداو نضحكوا عليه، ما عرفتش. ولكن في اطار الضحك نيز، واش الجيش الجزائري في راسو هاد الخبار؟ والله ما عرفت واش راه تضحك ولا راه تهضر نيشان، ولا ما فهمتش اصلا المقصود ديالها. واش الجيش الجزائري في راسو هاد الخبار؟ زعما واش الرئيس تبون خرج غير من رنداتو لراسو بهاد التصريح، ولا حتى الجيش معاه زعما في هاد التصريح؟ الشعب المصري بلبلة كبيرة، بلبلة العالم كل يشوف الرئيس عبد المجيد تبوني ينتهز الفرصة للترشح للعهدة الثانية ويكذب على الشعب تاعو ويقول افتح غزة. المهم الرئيس تاعي نفتخر به انه قالها. انا اليوم نتحدى السيسي، السيسي الخائن الاعظم للرئيس الراحل البطل المرسي، نتحدى الرئيس. شو هذاك التصريح قادر انه غادي ينوض واحد الفتنه، والله ما تنوضش بين المصريين والجزائريين. هذا كيهضر على الاعلام المصري، لان الاعلام المصري هاجم رئيس الجزائر، وان شاء الله ما كاين لا فتنه لا والو، ورانا كاع خوت بحال المصري بحال الجزائري وبحال المغربي. يشجعكم انه يقولها بس ما يدخلش، ما تدخلش الغزه، لانه احنا نعرفوا ما تدخلوش، احنا نعرفوا انكم ما تدخلوش وما تنجموش تتجرؤوا اصلا تطلعوا وتتكلموا امام العالم وتتحدوا اسرائيل. اسرائيل هي اللي مربيتكم، اسرائيل هي اللي مخليتكم نساء في بيوتكم. ها نتحداكم تطلعوا تقولوا كلمه برك، مثل ما قالها عبد المجيد تبون سيشهد لها التاريخ، ومثل ما قالها الراحل صدام. وتحياتي للقذافي، الراحل القذافي الله يرحمه ويوسع عليه. باقي خليت مرسي الرئيس تاع مصر، كون كان باقي مرسي كرات حرات فلسطين. ومتالي هذا راه تفرج شي اعلام نتاع مصر كيهاجم فيه الجزائر والرئيس تاع الجزائر،
فشداتو النفس ونادي يدير هذا الفيديو، يعني هو ما كيقصدش المصريين ولا. السلام عليكم. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقف قدام العالم كله وطلب من مصر افتح الحدود، الجيش الجزائري جاهز، مستشفى الميداني جاهز، والشعب الجزائري جاهز، ولكن السيسي عمل نفسه ميت لصالح الصهاينة، وبعض الناس طلعت تنتقد الجزائر على هذا الكلام، لأنك غبي، لأنك ما بتفهم. طيب شو بدك؟ تنزل الجزائر تحارب مصر من أجل فتح الحدود، بدل ما نكون بغزة نصير بمصر وبالجزائر، ودماء المسلمين تسقط على الأرض. ولكن هذا المشروع الصهيوني، جولدا مائير قالت سيأتي يوما أبناء إسرائيل يحكمون العرب، هذا السيسي وهذا شو اسمه شيطان العرب والمطبعين والملوك كل أبناء إسرائيل اللي عايشين معانا، هذه بدها تصير فتنة دماء مسلمين، بدل ما نكون بغزة نصير بمصر وبالجزائر. هذه المشكلة نحن واقعين فيه، ما في حدا عم بساند حدا ليفتحوا الحدود، السيسي واقف علني سكر الحدود، وبالنهاية شعب مصر بده يدفع الثمن. شعب مصر غالي على قلوبنا، والجيش المصري اللي وقعوا بالخيانة من تحت راس السيسي لعبة قذرة، لعبة قذرة، بدهم كل الجيوش العربية تقتل بعضها لصالح الصهاينة، وبأيادي خونة وضعون بين العرب والمسلمين، زي ما قالت جولدا مائير، أبناء الوسخة يحكمون العرب، الملوك والرؤساء اللي جابوهم، كل يوم بيطلع ابن حرام جديد، لعبة وسخة. شو بدكم الجزائر تنزل تحارب المسلمين؟ ولك افهموا اللعبة بقى، افهموا اللعبة وبلاكم تفاهة. هذا كيجاوب دوك الناس اللي كيهضروا على رئيس الجزائر وكيقول لك هضره خاويه وقادر انه يصيفط السفن، قادر انه يصيفط الصواريخ من الجزائر. هذا جاوب على كلش. رئيس الجزائر تبون امام العالم اجمع في القنوات العالميه كامله، امام العالم اجمع يقولها افتحي لنا الحدود يا مصر، والجزائر كفيله بتحرير فلسطين، قالها أمام القنوات العالم وأمام العالم أجمع. دمت لنا فخرا يا الجزائر، هذا الكلام لا يقوله إلا الرجال. الجزائر بلد المليون ونص شهيد تفعلها، ودمت لنا فخرا. الجزائر لا تخاف من أحد إلا من الخالق عز وجل، بل الرئيس يقولها أمام القنوات العالمية والأوروبية والأمريكية علنا، يخاطب مصر افتحي لنا الحدود والمعبر معاه فلسطين. والجزائر لديها جيش ولديها دبابات ومدرعات وطائرات كفيلة بتحرير فلسطين. والله دمت لنا فخرا. يعني راني تونسي لكن قلبي قلب جزائري. هو رئيس عربي يقول أنه سيحرك جيوشه إذا تركت الحدود ما بين مصر وغزة ليدافع عن الغزاويين. الرئيس عبد المجيد تبون في مؤتمر انتخابي يسحب أنظار العالم العربي جميعا وأنظار الجزائريين والمصريين عن استعداده، ليس فقط سياسيا وإنما عسكريا وبوضوح. يحلون الحدود، يحلون الحدود أي يتركوها لنا ويتركوا لنا المجال. أنا يا ما كاينش اللي كيكرهني في هذه الفيديوهات أكثر من ديك الموسيقى اللي كيديروها. السلام عليكم. قبل 5 دقائق نزلت فيديو بعده موجود على الصفحة من أجل بلدي لبنان والحصار من الإدارة الأمريكية، وبعض المطبعين حاصروا بلدي لبنان، ومن أجل هذا السبب انقطعت الكهرباء تماما لأنه منعوا دخول المواد البترولية إلى لبنان اللي بتشغل محطات الكهرباء بالبترول، قطعوها. بعت لي شاب صديقي خبر قال لي الجزائر دعمت لبنان بالبترول. أنا أول شيء بحثت عن الخبر، مع كل حبي واحترامي للجزائر، طبعا الجزائر تاج عراسي، ولكن ما بحب نزل خبر غير ما يكون فيه مصداقية. بحثت على الصحف وسألت بلبنان، شكرا يا شعب الجزائر، شكرا عمي تبون. طلعت بالفعل أمر عمي تبون في الوقت العاجل أسرع وقت دعم لبنان بالبترول من أجل إعادة تشغيل الكهرباء. والله شكرا لكم، هذه وسمة شرف لألنا، وألف شكر ومحبة لأهلنا بالجزائر الذي افتكرونا رغم أنف الحاقدين. العالم كله عم بتحصرنا بلبنان، والجزائر كسرت القاعدة، دعمت لبنان من أجل إعادة الكهرباء. شكرا يا جزائر، تحياتي لكم.
هذا الشيء هو المضمون في العرب يعني شيء كيعاون شيء. ولكن تحية كبيرة لعمي تبون لأنه رمز العروبة الحقيقية. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار. تحية عمي تبون، وإلا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتير. تهلاو.